وأخذنا العيدية واشترينا بيها بالونات. وركبنا المراجيح. أنا مبسوطة قوي لأني اخترت فستان العيد بنفسي وكان شكله حلو قوي. ازيكم؟ يلا يا جماعة نلعب لعبة الكلمات. وحرف النهاردة هو حرف الب. تعالوا نفكر في الكلمات اللي بتبتدي بحرف الب. ها جاهزين؟ لا 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 استني يا منى، فلفل لسه ما جاش، مش ممكن نبتدي من غير فلفل. يا فلفل فلفل انت فين يا فلفل؟ تعالى بسرعة هنبتدي لعبة الكلمات. هتلعبوا لعبة الكلمات؟ يا خسارة، ده انا كويس جدا في اللعبة دي بس مش هقدر العب معاكم، اصل ام كريم عزماني على الغدا وانا اتأخرت عليها معلش. بس يا فلفل احلى حاجة اننا نلعب مع بعض، لو سمحت العب معانا. كل اللي عليك انك تلاقي كلمة بتبتدي بحرف ب. طيب طيب انا هستنى دقيقة واحدة بس وبعدين همشي على طول. ها خلوني افكر كده في حرف الب. طبعا اكيد هلاقي كلمة يعني طبعا. خوخة ابتدي انت. طيب يا فلفل انا فعلا لقيت كلمة. بالونة. بالونة بتبتدي بحرف ب. كويس يا خوخة. ب بالونة. فلفل انا عارفة انك مستعجل، ممكن تقول انت لقيت كلمة ولا لسه؟ ايوه قربت اهي على طرف لسان. انا لقيت كلمة بتبتدي بحرف الب. بطة بتبتدي بحرف الب. فلفل لقيت كلمة بتبتدي بحرف الب. ايوه قربت اهو، بس صعب قوي الواحد يفكر وبطنه فاضيه والاكل عند ام كريم زمانه بارد. طيب يا فلفل فكر كمان دقيقه في كلمه. انا لقيت كلمه بنت. ب بنت. كويس قوي يا منى. بنت. ايه ده انا كمان بنت. كلمه بحرف الب. كلمه بحرف الب. فول. فول ايه بس؟ لا 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 يبقى شوربة الواحد. لا لا مش شوربة يمكن شاورما كده. لا لا مش شاورما برضه. لا يمكن كشري ولا اقول لك ملوخية. الواحد ايه ده مش معقول كده، الواحد مش عارف يفكر في كلمة بحرف الب وبطنه فاضية. هادي بعد شوية ولا يمكن بكرة عشان افكر في كلمة بحرف الب. باي باي. بطلو بعد شوية بكرة. ازيك يا شادي؟ اهلا يا هادي. اهلا. كويس انك جيت دلوقتي. ليه؟ اصل عندي رسالة مهمة ليك هنا معايا. صحيح رسالة؟ ايوه رسالة صغيرة مكتوبة معايا علشانك انت. استنى. فين؟ كانت في جيبي من شوية. طيب هاتها يلا. يمكن حطيتها في شنطتي. لحظة. في الشنطة. طيب شادي خلي بالك. شادي حاسب يا شادي. حاسب خلي بالك. رسالة مهمة لازم اخدها. طيب كانت معايا هنا. شادي انت كركبت الاوضه كده. شادي هي من مين؟ انا هادي. انت؟ طب ما تقول لي فيها ايه؟ لو كنت هفتكر اللي كتبته ما كنتش كتبته يا هادي. يا سلام. اكيد هنا في حته. هادي هادي ما شفتيش الرسالة. ما شفتش الرسالة. أنا سألتها. طيب هات الرسالة. قلبت الأوضة كلها. بس معاك كفاية كده. صندوق الهدوم. يا سلام. مش صندوق الهدوم. وين اللي هوديها صندوق الهدوم؟ شادي بس معاك كفاية كده. هي رسالة مهمة؟ مهمة فعلا يعني؟ أيوة مهمة جدا. على الله، لأنك ركبت الأوضة كلها بالهدوم والكراكيب والحاجات. بطلوني. كانت هنا بجد. شادي خلاص كمان
كمان شاري 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 هتلاقيها دلوقتي يا اما. دي لقيتها الرساله اهي لقيتها. شفت ازاي؟ اخيرا خد اقراها. على الله تكون مهمه. مهمه جدا. طيب طيب هقراها. عزيزي هادي، الدور عليك في تنظيف البيت. صاحبك سعدي. بص الصور، الصفحات فيها كلام وقصص ومغامرات. يا سلام، حاجة جميلة جدا. حاجة حلوة قوي. ازيك يا فلفل، عامل ايه؟ ابله نبيلة، كويس قوي اني جيتي دلوقتي. انا كنت مستنيكي علشان اديلك كتاب هايل ومفيش زيه تحطيه في المكتبة وكل الناس في عالم سمسم ممكن تقراه ويستمتعوا بيه. هايل يا فلفل، احسن حاجة عملتها ان انت جبت الكتاب للمكتبة. انت عارف طبعا ان احنا عندنا كتب كتيرة قوي جميلة ومسلية، ويمكن يمكن يكون عندنا نفس الكتاب اللي معاك. لا 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 مستحيل، الكتاب ده جديد ولسه مكتوب ومحدش قراه ولا شافه قبل كده. صحيح يا فلفل. طب ممكن اشوفه؟ الكتاب ده اهم كتاب لحد دلوقتي. بص الكتاب ده مليان صفحات كلها قصص ومغامرات، وكمان فيه قصص كتيرة تضحك. ده في حاجات كتيرة قوي. هايل يا فلفل، ويا ترى في صور كمان؟ صور؟ حضرتك بتحب الصور. طبعا في، هتلاقي في صور لأكبر فنان مصري، كل أعماله المهمة موجودة في الكتاب ده. يا فلفل، الظاهر إن كتابك ده كتاب هايل جدا، ويا ترى الكتاب ده عن إيه؟ الكتاب اللي معايا؟ الكتاب اللي معايا ده أقدر أقول لك عن أجمل واحد وأرقي واحد وأطيب واحد وأزكى واحد في عالم سمسم. يعني انت عايز تقول يا فلفل ان الكتاب ده بيتكلم عن حياة واحد مشهور؟ عن حياة واحد مشهور، واحد مشهور جدا، اكتر واحد مشهور. طيب ده جميل جدا، ويا ترى مين المؤلف بتاعه؟ مؤلف؟ مؤلف الكتاب، اللي كتب الكتاب. اللي كتب الكتاب ده. طبعا هو كل كتاب لازم حد يكتبه مؤلف يعني. الكتاب ده ألفه واحد من أحسن الكتاب المشهورين في مصر. هايل جدا، ويا ترى الكتاب ده اسمه ايه؟ الكتاب ده اسمه كل حاجة عايز تعرفها عن فلفل، وطبعا بيتكلم عني فلفل، وكمان اللي كتبه فلفل، واللي رسم الصور فلفل، ومش بس كده، ده كمان كل القصص والمغامرات عن فلفل الشجاع. ودلوقتي بعد ما عرفتي كل حاجة عن الكتاب، اتفضلي احسن كتاب حطيه في المكتبة عشان كل الناس اللي في عالم سمسم تقراه. كان لازم اعرف كده من الاول.